سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الذي نترقب جميعا في هذه التسعين دقيقة الغير عادية. دائما ما كانت مباراة الديربي لها أهميتها وحديث الخطر لمسة بينية كايل ووكر يمر ويلعب كرة بينية والبوكبا أحرق مرماهم في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد Good to God.
غوندوغان. الكرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. راشفورد، مانشستر يونايتد سجلوا هدف التعادل الآن. سدد كرة جميلة. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. كرة طويلة للأمام، يحاول تمريرها، يلعب كرة ساقطة، كرة طولية إلى الأمام، يلعبها طولية. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نزح في مواجهتها بشكل جيد. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية طويلة. كالوكا، غوندوغان، يمر يلعب كرة بينية، يلعب كرة طويلة. روبن دياز، رودري، دي بروين، محرز يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عينة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. لمسة بينية، يلعبها أرضية، يبعدها الأرضية. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. سيبدأ الشوط الثاني الآن. رودري، محرز، دي بروين، عرضية رأسية مذهلة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل موجود. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يحاول تمريرها، فضل أن يلعب الكرة الساقطة. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. ولديهم تقدم بهدف وحيد. احتكاك، رودري يتسبب في خطأ.
جديد. الكرة اللي كانت قريبة جدا. من مسافة رونالدو يحاول أن يلعب كرة بينية يندفع. لعبة جميلة تسديدة أجمل. لعبة رائعة داخل منطقة. يلعبها ببراعة. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. برونو فرنانديز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. راشفورد. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة عرضية. كرة على الجانب. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. يمر ويلعب كرة بينية. كرة جميلة. ها هي التسديدة. فوت مثل هذه الكرات. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. رودري. غوندوغان. أوه. يا له من تصدي من حارس المرمى. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يبعدها بقبضة يده. كرة عرضية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الكرة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. يبحث عن سبيله. Thank you.
الثلاثة معلنا نهاية الشوط الثاني. سنلجأ إذا الآن إلى أوقات إضافية. دراما كروية حقيقية في هذه المباراة. أداء كان كبير ولكن بالرغم من ذلك فإنه لم ينجح أي من الفريقين في الفوز، وإن كان في حالة رضا على ما قدم من أداء. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. ونعود الآن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. كنا نتوقع أن المباراة ستنتهي على حالها، ولكن في لحظة تغير كل شيء بهدف كريستيانو رونالدو. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. كريستيانو رونالدو، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. كريستيانو رونالدو، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. يتسبب في احتساب المخالفة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. فرصة للتسديد. لمسة بينية. إيدرسون يبعد الكرة عن مناطق وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يلعبها طويلة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. وهكذا إذا نصل إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. الفريق اللي عنده النفس الطويل، اللياقة البدنية القوية جيدة، ربما فرصة أكبر في حسم المباراة. الفرصة الأخيرة للفريقين، وبصراحة أرى أن الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي الفريقين. هل تبقى لديهم أي شيء من الطاقة من القدرة على تحقيق الانتصار؟ هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. الكرة إلى الأمام. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. بول بوجبا، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. كرة إلى الأمام، كرة كانت في منتهى خطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. أفقد الخصم التركيز، التوازن. فريد، كرة طولية إلى الأمام. غوندوغان يحاول
تمريرها من بين المدافعين. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. صافرة النهاية، هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة، البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. قوة الأعصاب مفتاح مهم في تنفيذ الركلات القادمة، ركلات الحظ اللي تحتاج إلى تركيز كبير جدا. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين، تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة، ركلات ترجيح، من يحسب الأمور؟ من يفوز؟ من يخسر؟ من يفرح؟ من يبكي بعد هذه المباراة العصيبة؟ راشفورد سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. راشفورد سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. الله على اللقطة، على تألق حارس المرمى. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الفريق يضاعف في الفارق الآن. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. تصدي غير عادي، حارس كان. الله التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. ثالث منفذي الركلات يلعبها لكنها ضاعت. يتقدم المسدد الثالث. المرة الثانية، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام برونو فرنانديز. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة لا تمر. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. رابع لاعب ينفذ الركلة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. إذا سجلها يمر فريقه. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام بول بوكبا. انهت هذه الركلة المباراة. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات التنجيح. في نهاية الأمر الفائز كان يستحق، لأنه كان في حالة تركيز عالية في ركلات التنجيح. كانت مباراة صعبة جدا، عصيبة، طويلة، ودائما ما تكون